مرحبا، اليوم راح أحكي عن background في PowerPoint. By default السلايد في PowerPoint يكون لونه الأبيض. في حال أنا بدي لون كل السلايد بدي أحط لهم لون بالباكراوند، بروح على ديزاين وبديزاين بجي على ميلة اليمين على الآخر على Format Background، بكبس عليها. بفورمات باكراوند بيجيني عدة احتمالات. أول احتمال Solid Fill، إذا أنا بدي لون موحد للباكراوند تبع السلايد بنزل بختار Solid Fill وبنزل على Color وبكولر نقي اللون البديلي. مثلا أنا بدي لون أزرق فأختار الأزرق، تحته في Transparency تبع اللون وريمارك اللون بيجي بس على السلايد اللي عملت له أنا Select، وهون سلايد 1. إذا بدي اللون يجي على كل السلايد في محل تحت Apply to All بكبس عليه. رح انتقل هلا على سلايد 2. نحسب أنا بدي نقي Gradient Fill. Gradient Fill يعني تموجات الألوان، Degradation de la couleur. أنا إذا بدي عدة تموجات من نفس اللون فيني نقي Preset Gradients، يعني خليط مزيج جاهز من قبل، بكبس على لحد Preset Gradients وبنقي تموجات. مثلا أنا بدي هيدا النوع، تحت في Type كيف بدي هالتموجات تجي Rectangular Radio، وفي Direction تحت اللي مثلا أنا بدي هيك بالنص أو بدي جاي من على الزاوية. أنا فيني نقي Type والDirection تبع البريسيت، وفيني أنا كمان نقي المزيج اللي بدي إياه. إذا اشتغلت بالGradient Stops كل وحدة من هو اسمها Stops. في على اليمين مع بلس ستوب تضيف ستوب، وكل ستوب أنا فيني زيحة مثل ما بدي. وإذا بدي أختار ألوان ديجراداسيون أنا مثل ما بدي، بكبس على كل ستوب وتحت في كولر نقي الكولر اللي بدي إياها. مثلا هيدي بدي إياها جري، اللي حدا بدي إياها بلو، اللي حدا بدي إياها دوين. هيدي رح اتركها بيضة. بالاخر رح نقي لون اللي هو light orange. انا عملت gradient نقيته عزوي. في حال stop زدت وما بدي اياها فيني اكبس عليها مثلا هيدي البيضة واكبس على الاكس تعمل remove gradient. والgradient فيني كبر وصغر بال degradation البديهية. كمان تجي على السلايد اللي أنا فيه، في حال بديها تجي على كل السلايدز بقلو apply to. ننتقل لسلايد نمبر 3. هالمرة بدي استعمل picture or texture، بس اكبس على picture or texture. texture موجودة هون، في عدة احتمالات فيني اختار من التكستشرز انا بدي. في حال بدي صورة picture بروح على insert picture from file، بكبس على file. في حال انا بدي صورة بروح على insert picture، فيني اجيبها من الفايل من عندي من على الكمبيوتر او online. انا اذا بدي اياها مثلا من عندي من على الكمبيوتر بكبس على file وبنقي الصورة اللي بدي اياها، اختار desktop ونقي الصورة. بس تجي هيدي الصورة فيني كمان ظبط بالترانسبيرنسي تبعها تما تأثر على الكتيبة اللي انا كاتبتهم بالكونتنت تبعها. رح انسين على السلايد نمبر 4، وهالمرة رح نقي background pattern fill. بpattern fill في عدة patterns، مثلا رح نقي انا هيدا الباترن أو هيدا الباترن. في اثنين colors،
color للفورجراوند من قدام مثلا رح نقي red، وcolor للباكجراوند من ورا مثلا رح نقي انا green. هيدا الباترن. نصيحة، انا بنصحكم ما تعجقوا الباكجراوند كرمال العين ما تاخد effort زيادة عن اللزوم تتحذر شو مكتوب. كل ما حطيتو simple كل ما أحلى.